تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. عواشركم بروكاب كل ما كتمناو يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفلوغ فيه بزاف ديال الحوايج. المهم خليكم معايا تشوفوا شنو كاين في هذا الفيديو. ما تمشيو فين ولا اول مره كتشوف القناه ما ينساش دابا يبغى يشترك فيها. مرحبا بكم فضلا منكم وليس امرا. وما تنساوش تخليوا لي واحد لايك وتخليوا لي كومونتير والاراء ديالكم على هذا الفيديو. هانتوما معايا. كتشوفوا دابا حنا جينا للكاس فود. صراحة داكشي واعر بزاف بزاف والديزاين اللي دايرين شوفوا هانتوما دايرين داكشي غزال. هانتوما كيفما كتشوفوا واعرين البنات صراحة عجبوني بزاف بزاف ودايرين هاد الديزاين هذا هنايا هانتوما. المهم هانتوما معايا غادي نشارك معاكم المنيو ديالهم وكلشي. انا جلست فهاد البلاصة مدرقة باش ما نشد زعما حتى شي واحد نبقى طرونكيل وصافي. هانتوما هانتوما البنات شوفوا شنو دايرين صراحه جاي واعر بزاف بزاف دايرين فيه الموزون جاي يا سلام. المهم هانتوما معانا هانتوما البنات ها هو المنيو اللي غنشرحو معاكم لي زعما ودي نصور من الاول هذا لا لا نصورو شوف بغينا خويا الشلاضة اللي فيها لي بات فيها الباربا وخيزو والله ما عرفتش شنو دايرين فيها. فيها الخضرة والمايس والطون كلشي كيكونو دايرينو فيها. سميتها ما عرفتش شنو سميتها هانتوما هنايا. لا ليزا فيك جوع؟ ها؟ شنو تاكل؟ شنو تاكل؟ بيتزا. بيتزا؟ قلتي خصك تاكوس. بيتزا. صراحة البنات القهوة غزالة بزاف طلعت ديكوغاسيون دايرين فيها زباون
وانا وعائلية ماشي شي حاجة بغيت نصور لكم، ولكن الدنيا عامرة بزاف ما يمكنليش نصور. تنخرج ان شاء الله ولينا جيت مرة اخرى وكانت حاوية ونشاركها معاكم. المهم انتم معايا. صباحين رجعت من التمرين، صباحين رجعت من التمرين،